العقد الحمراء، واليوم ايضا غياب اخر في راس البريكان. هذه كره ملعوبه تخبط الجزاء، محاوله امام المرمى، كره اولى عدت وعدناني يحترف في الدوري الانجليزي بلاك بيرن. البعض شيء من نتائجه، لكن عاد بمستواه الكبير. ايمن الخليف، محاولة سفيان تسديدة، عدت مرة ثانية للفتح، يحاول فيها أيمن، نقلة مرة ثانية، يتقدم الآن بيتروز، رائعة جدا، سريعة المباراة، يحاول فيها، حاول يمر القيد، حسن القيد، لكن عدت من نواف بوشل إلى ما أمام المرمى، عدت من عبد العالي المحمدي، ما زال الفتح يبتن. خوزيه اللاعب الذي مضى سنوات وحقق الدوري في 2013، حقق السوبر وحقير. هذا من يجيدها من؟ واحد من الحراس الرائعين، عبد الله المعيوف، حارس المنتخب السابق وحارس الهلال. في الانطلاقة أيمن سريع، انطلق واحد من الأندية. أوراق الشتاء غيرت بعض الشيء. محاولة العرضية داخل منطقة الجزاء، إيفان، تسديدة من الكرواتي، عادت مرضيفة. خمس مرات فقط حافظ، بينما ماكسيم سبع مرات حافظ على شباكه. شوط تكون مثير أكثر، لكن قد يكون العزاء لنا في الشوط الثاني أن نشاهد شوط أفضل. أمين يلعب الكرة للأمام، حسن القيد في الاستلام، شوف الضغط، التقارب الكبير في الخطوط. إلى حارس بوشل يتقدم، سفيان عادت بالخلف، ساري عمرو يغير الاتجاه، سعد بقير، ولكن نواف بوشل يتدخل بتوقيت مثالي ورائع إلى خارج أرضية الملعب. أخيرا هذا اليوناني دونيس، ستة مدربين في 13 عام، لا تحدث كثيرا في الدوري. داخل منطقة الجزاء نواف بوشل يبحث عن العرضية، نعم نجح بالعرضية، حاول الكرواتي أمام الجول، تسديدة لكن تخلصت من المدافعين كويفا، وتدخل المدافع بشكل رائع ومثالي. عادت مرة ثانية أيمن الخليف، تمريرة، حاول وعدت إلى خارج أرضية الملعب. مطال جزء من أول أهداف المباراة، تنتظر الوصول إلى النقطة 31. محاولة، يلعب الكرة العرضية، يلعبها بالرأس وفي المكان والخبر. الله على أروش ماتيج الصربي، لعب كرة للأمام جميلة، حاول فيها وعدت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ملعوبة للأمام. كويفا مطالبة بخطأ لأبها، لكن حكم المباراة يستمر. ملعوبة طويلة سريعة، أيمن الخليف سريع، كرة من أمام الفتح في هذه المباراة، أقول حتى قبل النهاية بكم؟ ب 12 دقيقة على النهاية. النموذجي يضرب 10 و19 سنة، قدمت ملحمة رائعة جدا أمام النصر على هذا الملعب، انتهى ب 1-0